الراديو 90-90 هواها مصري. مؤسسة مصر الخير بدأت المرحلة الثالثة من تطوير مركز أورام الفيوم بعد المرحلتين الأولى والثانية اللي كانوا في 2017 و2018، وده تمهيدا لتقديم خدمة طبية جديدة في المركز، وهي العلاج الإشعاعي للأورام. ربنا يشفي كل مريض ويبعد عنكم جميعا يا رب كل الأمراض والحاجات الوحشة، وده هيكون من خلال شراء أجهزة لازمة بتكلفة 35 مليون جنيه. مركز أورام الفيوم بيخدم وبيعالج مرضى الأورام في محافظات شمال الصعيد علشان يخفف العبء المادي والصحي والاجتماعي على مرضى الأورام اللي كانوا بيضطروا يسافروا من الفيوم للقاهرة ويستنوا أدوار طويلة، ده غير تكاليف ونفقات السفر. مصر الخير بدأت المرحلة الثالثة بعد ما بدأت المرحلة الأولى والثانية لتقديم خدمة طبية جديدة في مركز القومي أو مركز أورام الفيوم. كمان محافظة أسيوط أعلنت عن توقيع بروتوكول تعاون بينها وبين مصر الخير وجهاز تنمية المشروعات من أجل تشغيل الشباب أو لتشغيل الشباب، وده بهدف تحقيق أقصى استفادة من خبرات وكوادر مؤسسة مصر الخير في تربية المواشي لتنمية وتطوير مزارع الثروة الحيوانية في أسيوط، وتدريب الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومشروعات متناهية الصغر، وتوفير فرص عمل ليهم كمان في مجال تربية الثروة الحيوانية. مصر الخير أطلقت المسابقة الأولى للتصوير الفوتوغرافي، والمسابقة بتضم جزئين، الجزء الأول تحت عنوان مصر جميلة ومطلوب فيه تقديم صور فوتوغرافية بتعكس جمال مصر وتاريخها وأثرها والشعب الجميل والعادات والتقاليد البسيطة والحياة اليومية. أما الجزء الثاني في المسابقة فهو أعمال الخير في مصر، ومطلوب فيها تقديم صورة بتبين نشاط الأفراد والمؤسسات في عمل الخير ومساعدة كبار السن والمرضى والأسر المحتاجة وغيرها. المسابقة بدأت يوم 1 فبراير ومستمرة لحد يوم 28 فبراير، والمشاركة متاحة لأي حد بيحب يصور من كل الأعمار ومن كل الجنسيات، وكل متسابق بحقه أنه يشارك، يحق له المشاركة بثلاث صور في مجال من تصويره، على ويبعت الصور على الإيميل اللي هنقول لك عليه photo-contest@misrelkhair.org photo-contest@misrelkhair.org. والإيميل تختار السبجكت أو العنوان بتاعه مسابقة مصر الخير للتصوير الفوتوغرافي. ليكوا لسه معانا مكملين، وأي حاجة فيها فايدة هتلاقيها دايما معانا، وهتلاقيها من خلال مؤسسة مصر الخير. تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية.